عصر التاريخ. عاشت وبقيت أم الدنيا، منبع التاريخ وأصل الحضارة الإنسانية. هنا على أرضها الطاهرة عاش رسل وقديسون ورهبان، وقال عنها المولى الكريم: بها خزائن الأرض، وبها الوادي المقدس طوى، وبها تجلى المولى وكلم سيدنا موسى. وقال عنها البلد الأمين، وهي البلد الوحيد التي ذكرت صراحة في كل الكتب السماوية، وبها خير أجناد الأرض. على أرضها بدأ كل شيء: الزراعة والصناعة، الطب والهندسة والعمارة، الورق والكتابة، الميزان والعدالة، الحكم والحكومة، التشييد والبناء. هنا ولدت الحضارة والتوحيد بالإله الواحد الأحد، وقد قادت بواجبها نحو البشرية على طول التاريخ، وما زالت تقوم. قرون تجري في إثر قرون، عوالم تولد ثم تموت، ومصر خالدة تبني وتنشئ، تعمر وتكتب وترسم، تنشد وتصلي، تتألق وتتوهب، تخبو ثم تتألق وتتوهب، تعلم الجميع وترتقي بالبشرية للأفضل. إنها مصر، مصر الحضارة والتاريخ، حكاية جميلة من ألف فصل مضى وألف فصل قادم بإذن الله. في هذه الحلقة نروي لكم تفاصيل وأسرار الظاهرة الفلكية الهندسية، تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، والتي تتكرر مرتين سنويا يومي مولده وتتويجه. أهلا بحضراتكم مرة تانية ومرات عديدة في برنامج ممتع وشيق عن مصر القديمة، على وجه التحديد مصر التاريخ. والنهاردة يمكن عايزين نقول مقدمة بسيطة جدا عن كلمة تعامد الشمس أو عن عيد الشمس. يمكن في ناس كتيرة بتمر عليها الكلمة، مجرد كلمة تعامد الشمس أو عيد الشمس، لكن في الأصل وفي الحقيقة هذا العيد أو هذا اللفظ تعامد الشمس يبرز لنا ويبين لنا مدى براعة وتقدم الفلك المصري القديم، المعماري المصري القديم، الفنان المصري القديم. تبين لنا كيف استطاع الفلكي والمعماري المصري القديم أن يطوع الشمس ويجبر الشمس على أن تخترق المحور المستقيم للمعبد الكبير في أبو سمبل. تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس وسط أجواء أسطورية، وفي سكون الصحراء المحيطة بالمعبد الفرعوني الكبير في مدينة أبو سمبل أقصى جنوب مصر. هنا تستقر خيوط من أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس والآلهة آمون رع وحور أختي وبتاح لمدة قد تتجاوز 20 دقيقة، وذلك بعد اختراقها قاعات المعبد الثلاث التي يبلغ ارتفاع كل منها 60 مترا. تتكرر هذه الظاهرة الفريدة والمتميزة مرتين كل عام بمنتهى الدقة. يقول عنها خبراء الآثار وعلوم المصريات
إن أول من رصد ظاهرة تعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس هي الأثرية إميليا إدوارد، وسجلتها في كتابها الشهير ألف ميل فوق النيل عام 1899، وأضاف أن هذا الحدث يؤكد تقدم الفراعنة في علوم الفلك والجغرافيا والهندسة وفنون العمارة. حدث كبير يحظى بمشاهدة آلاف السياح لتكرار ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل الكبير، إلى جانب التمثالين القابعين بشموخ فريد بالمعبد لآلهة مصرية قديمة. تتكرر تلك الظاهرة الفلكية النادرة، وتتوغل أشعة الشمس لمسافة 60 مترا داخل معبد رمسيس الثاني، مخترقة صالة الأعمدة حتى تصل إلى قدس الأقداس لتضيء 3 تماثيل من تلك الأربعة الموجودة داخله. هم تمثال رع حور أخت إله الشمس، وتمثال رمسيس الثاني الذي يتساوى مع الإله، وتمثال آمون إله طيبة في تلك الحقبة. أما التمثال الرابع للإله بتاح رب منف وراعي الفن والفنانين وإله العالم السفلي، فلا تصله أشعة الشمس لأنه لابد أن يبقى في ظلام دامس مثل حالته في العالم السفلي. تؤكد دراسات وبحوث علماء الآثار على أن الشمس تتعامد على تمثال رمسيس الثاني في 22 من فبراير لتعلن عن بداية فصل الشمور، ويعني في اللغة المصرية القديمة موسم الحصاد، ويعبر عن بداية فصل الصيف وفقا للتقويمات الفلكية والسنة النجمية التي اتخذها القدماء المصريون كوحدة لقياس الزمن. أما تعامد الشمس والذي يأتينا مجددا في المرة الأخرى في 22 من أكتوبر، فهو يأتي بمثابة الإعلان عن بداية فصل الشتاء. أعظم ملوك مصر القديمة على الإطلاق الملك رمسيس الثاني، الذي حكم لمدة 67 عام وتوفى في عمر 94 عام. كان كده ما كانش من فراغ، وما كانش مستغربين لما لقينا الملك رمسيس الثاني أعاد الاستقرار داخل البلاد وخارج البلاد. طب استعاد الاستقرار داخل البلاد عرفنا ازاي؟ لم يترك شبر في أرض مصر إلا وشيد عليها معبد أو مقبرة أو صرح أو تمثال لي، واشتهر بضخامة التماثيل وضخامة الصروح وضخامة المعابد. وأكبر دليل على ذلك معبدي أبو سمبل في أقصى الجنوب، وما أضافه داخل معابد الكرنك، وأيضا المعابد الموجودة في الشمال في مدينة بر عمسو والكلام ده كله. محيط معبد أبو سمبل في الجبل الكبير الذي خصص لرمسيس الثاني، والصغير الذي خصصه لأقرب وأحب زوجاته إليه جميلة الجميلات نفرتاري داخل الجبل على الشاطئ الغربي للنيل. أشهر المعارك اللي خاضها الملك رمسيس الثاني كانت معركة قادش ضد الحيسيين في العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثاني، ويمكن هذه المعركة كانت شهيرة جدا جدا لأن كان فيها أحداث كتير عرفناها بصورة حية صورها الملك رمسيس الثاني داخل وخارج المعابد. يعني شفنا جزء من هذه المعركة داخل معابد الكرنك، شفنا جزء من هذه المعركة داخل معبد الرمسم على البر الغربي في الأقصر، شفنا جزء كبير جدا وتفاصيل كبيرة جدا من هذه المعركة داخل المعبد الكبير في أبو سمبل.
الملك رمسيس الثاني بيذكر في نقوشه داخل معبد ابو سمبل ان لما بدا يفر بعض من الجيش المصري بدا يطلب المدد من المعبود امون رع ومن المعبود رح ورختي اللي بالفعل ارسل له المدد. لكن في خلال فتره عدم وجود مدد من المعبودات كان الملك رمسيس الثاني بيحارب بجزء بسيط جدا من الجيش بتاعه، وصور الكلام ده داخل المعبد الكبير في ابو سمبل. ويمكن شفنا منظر شهير جدا الملك رمسيس الثاني في العجلة الحربية بتاعته وبيحارب وبيقمع الأعداء، ويمكن في منظر لقينا أكتر من إيد موجودة للملك رمسيس الثاني. احتار بعض المفسرين حول وجود هذا النقش، هل كان هناك خطأ من الفنان؟ طبعا أنا أرفض هذه النظرية تماما، ولكن الأقرب إلى الصواب إن ده بيدل أو كناية عن سرعة الملك رمسيس الثاني في قمع الأعداء. لما بيضرب القوس بتاعه وبيضرب الحربة بتاعته في نوع من السرعة، فأنت لما بتشوف الحاجة سريعة قدامك ممكن تشوفها مرتين تشوفها ثلاث مرات متكررة، فده بيدل على مدى سرعة الحركة بتاعت الملك رمسيس الثاني. وفي بعض الناس بتقول دي الإيد بتاعت المعبود نفسه لما بعت يد المساعدة بالنسبة للملك رمسيس الثاني. جاءت عمليات إنقاذ معبد أبو سمبل من الغرق بمياه بحيرة ناصر التي تكونت عقب الانتهاء من تدشين مصر لمشروع السد العالي في ستينات وسبعينات القرن الماضي، ضمن باكورة التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو. وقد تم نقل المعبد من مكانه الأصلي إلى مكان يرتفع عن مستوى نهر النيل بحوالي 200 متر في عام 1964، وتم تقطيع المعبد إلى قطع مرقمة وتم إعادة بنائها مرة أخرى على بعد بضع مئات الأمتار من موقعهما القديم بالزاوية والاتجاه ذاتهما، ليستمر الجمال وتستمر ظاهرة تعامد الشمس تتكرر مرتين كل عام يشهدها آلاف السياح والزوار من كل أنحاء الدنيا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عمليات النقل هذه رغم دقتها قد تسببت في تأخير ظاهرة التعامد على المعبد لمدة يوم، فأصبحت تحدث في يومي 22 من فبراير و 22 من أكتوبر، ويتزامن تعامد الشمس في شهر فبراير مع بداية موسم الحصاد، أما في شهر أكتوبر فيتزامن التعامد مع بداية موسم الزراعة. بعد ما تمت معركة قادش تمت أكبر معاهدة سلام في التاريخ القديم كله، اسمها معاهدة سلام بين المصريين والحيسيين. ويمكن المعاهدة دي موجود النصوص بتاعتها داخل المعبد الكبير في أبو سمبل، بتذكر أن في 100 من المعبودات المصرية القديمة و100 من المعبودات الحيسيين القدماء كان ذكر اسمائهم في هذه المعاهدة، وأن المعاهدة دي ذكرت أن الحدود المصرية ما زالت مستمرة زي ما هي، زي الحدود الحيسيين ما استمرت زي ما هي، وأن انتهت بزواج الملك رمسيس الثاني من ابنة الملك خاتوسيلي ملك الحيسيين في هذا التوقيت. وده يدل على أن الملك المصري كان بيتمتع بنوع من الحنكة والسياسة بالإضافة إلى الحرب، يعني أنا بحارب وفي نفس الوقت برضو بلجأ إلى السلام والجأ إلى الحنكة وإلى السياسة للحفاظ على الحدود المصرية بتاعتي. هنا كان نوع الزواج زواج سياسي، نوع مصاهرة سياسية عشان أحافظ على الحدود المصرية وأحافظ على الشعب المصري بتاعي. حقيقة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل هي اكتشاف قدماء المصريين لنقطة شروق الشمس من ناحية الشرق ونقطة غروبها من ناحية الغرب تماما في 21 من مارس، ثم تتغير نقطة الشروق متجهة إلى الشمال كل يوم بمقدار ربع درجة تقريبا. وبناء على ذلك اختار قدماء المصريين
نقطة في مسار شروق الشمس تبعد عن تكرارها زمن قدره 4 أشهر. ثم شرعوا في بناء المعبد بحيث يكون اتجاه المسار الذي تدخل منه أشعة الشمس من خلال فتحة ضيقة من ناحية الشرق على وجه رمسيس الثاني. وسبب ضيق الفتحة حتى لا تسقط أشعة الشمس في اليوم التالي على وجه التمثال. في عبقرية غير مسبوقة قام الفراعنة بحسابات فلكية متطورة أثناء بناء المعبد، وحددوا مكان قدس الأقداس بحيث لا تدخله الشمس إلا في يوم 21 أكتوبر بداية موسم الزراعة، وولادة الملك الإله رمسيس 21 فبراير يوم تتويجه على العرش. فإحنا لما نقول تعامد الشمس لنا الحق أن نقول أننا سبقنا الأمم، سبقنا العالم كله، سواء في موضوع الفلكيات أو في موضوع الهندسة أو موضوع العمارة أو موضوع الفن. عشان كده لما نلاقي الناس من كل أنحاء العالم بتيجي عشان تشوف هذه الظاهرة الممتعة وهذه الظاهرة المعجزة سواء في الهندسة أو في الفلك أو في الفن، لنا الحق أن نفتخر بمصر القديمة، ولنا الحق أن نقول أن مصر القديمة وحضارة مصر القديمة تتحدى العالم بأكمله سواء في الظروف والملابسات التي تحدث حول العالم، إلى أن الزائر الأجنبي والزائر المصري وجميع أنواع الزوار يأتون لمشاهدة هذا الحدث الكبير تعامد الشمس. إن احنا لابد أن نستغل هذه الظاهرة وهذا الحدث الجلل الكبير في ترويج السياحة وانتظامها إلى مصر بصفة عامة وإلى أسوان بصفة خاصة. الحضارة المصرية أهم حضارات العالم القديم وأعظم حضارات التاريخ. أدت مصر دوراً ذا شأن في تاريخ الحضارة لم تؤديه أمم ذات مساحات شاسعة. إنها مصر التاريخ. تلك لمحة عن دور مصر عبر التاريخ، ليس فقط في قارتها أو محيطها، ولكن دورها في العالم والكون لخدمة البشرية. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مصر التاريخ.